سواء البنات والاولاد داخله شايله الصحن وانتم قاعدين. والله ما هي بحلوه يا شيخ مجاد، والله ما هي بحلوه. لذلك انا عندي رساله لمن يشاهدنا من النساء. اسلم. صراحه بعض النساء هداهم الله تقصر في هذا الجانب، ان امها يجون عندها حريم وتجدها اما انها نايمه وتاركها الحريم واللي تقهوي امها او اللي تخدمها الشغاله وهي جالسه. فهذا انا والله عن نفسي اعتبره صراحه من تقصير من البنت جهه امها، بل والله تسمح لي المشاهده اني اعتبره من العقوق للام انك تتركين امك وهو عندها ناس. ترى مثل ما الاب يا اخواني يتباهى بعياله امام الرجال اذا جوه، ترى الام تتباهى ان تكون بنتها معها في حضور النساء عندها. صحيح اكيد. وهذا والله من اعظم التقصير من البنت ان يجون حريم عند امها وهي تاكيه مع خوياتها او على الجوال او انها نايمه وتاركها الام. اي أيوة والله. وين حقوق الام لك عليك؟ اذا انك انت ما تعزين امك في هذا الموطن متى تعزين امك؟ فهذه رساله بس للاخوات اللي يشاهدوننا، وصي يعتبرونها وصيه محب انها تهتم بامها وتعطي امها من وقتها، لان هذا يدخل السرور على امها. اقول يا حظ اللي عندهم ام وابو الان عايشين. آمين. يا حظ ما شاء الله ما يعرف قيمتهم.